بنوصل إلى المحطة الأخيرة بعالم الصباح لليوم يلي هي أكيد بتكون مع ورشة ملح. ننتقل سوا مع بلقيس لحتى نشوف شو عم بيصير تحضيرات، وين صاروا كل هالخضار، الرز يلي وعدتنا فيه، وما ننسى كمان السلطة. يسعد صباحكم وإن شاء الله ما روكب من كتر الجوع. الفكرة أنه قلات قبل بوقت الخضرة لأنه بتعرفوا بتاخد شوية وقت، ولحتى نحضرها شوي شوي أنا وياكم وتكون مستوية، ولأنه جعنا لازم ناكلها صح. بهذا الشكل لازم يكونوا الكوسة مقليين هيك، لأنه نحن شو بدنا نعمل؟ بدنا نحشيهم لحمة وبصل، نغلي الصوص ونحطهم فوقهم، نتركهم شوي بالفرن، فلازم يكونوا مستويين لحتى نحطهم بالفرن. هاي خلصنا منها. شو علينا؟ علينا الكوسة، علينا الأرتيشوكة، علينا البطاطا والباذنجان. ما رح نقلي الفليفلة الملونة لأنه تدبل دغري وبتصير كتير طرية، فنحنا بدنا إياها تضلها هيك شوي بتقرش لأنه طيبة الفليفلة نية. رح أفرم البصلة فرم ناعم لأقدر أحشي فيها الخضرة. حطيت بمقلاية شوية زيت نباتي، ما بدي كتر لأنه منعرف أنه هاي الخضرة انقلت بالزيت وشربت زيت. نحنا اجمالا حطيناهم بمصفية ليتصفوا. هلا احيانا في ستات ما بحبوا القلي، يعني بدهم يسالوا فينا نشويهم؟ ايه اكيد فيكم تشوون. نحنا فكرية انهم يستووا قبل ما نحطهم بالفرن، فيكم تسلقوهم كمان، بس هي دايما على طول طعمة القلي تطلع اطيب. عم نفرم البصلة فرم ناعم او متوسط النعومة. رح حط البصلات على الزيت النباتي يلي عم قليه، عم حميه، بحركن لحتى ياخدوا بداية اللون الأشقر. شو بدي ضفلن؟ بدي ضفلن اللحمة المفرومة عالناعمة. وشو بتحب ست البيت تحط بقلب هالطبق؟ من صنوبر، من لوز، من جوز، يلي بتحب فيها تحط بقلبهم. لكانوا البصلات اتقلوا، رح اخد من البندورة الكرزية كم حبة بهذا الشكل ونكه فيها حشوتي. بهذا الشكل، ونحن اصلا حنضيف ملعقتين من رب البندورة على الصوص كمان بيعطيني نكهة. بهالوقت البصلة عم تتحمر واللحمة عم تتجهز لتنقلها والبندورة عم تتقطع، هون صاروا جاهزين. رح حط اللحمة بهذا الشكل، رح ملح وبهر. عنا اول شيء شوي من البهار الابيض، القرفه وجوزة الطيب والسبع البهارات والبهار الحلو كلهم بقلب هالكاسة، خلطتهم مع بعض. عندي قرفه، سبع بهارات، بهار حلو، وشوي من جوزة الطيب، كلهم خلطناهم مع بعضهم. رح نحركهم مع البصل واللحمة. شو بضل عندي؟ بضل عندي الملح والباقي بنحط على الصلصة. شو الباقي؟ ما بقي غير صلصة، شوية مي، ودبس الرمان، هذا بينحط على الصلصة. لكانت اللحمة عندي
تحمرت او استويت رح كمل انا فرم البندورة بهيدا الشكل ورح ارجع فضي قالب الفليفلة الملونة بالشكل يلي بدي اقدمه فيه على سفرتي. هلا اجمالا البندورة انا رح اتركها شوي نية، ما بدي اطبخها منيح، بس بدي اقلبها شوي مع اللحمة، ورح حاول حط لكل قطعة من الخضرة حبتين من البندورة على الوجه. هول البندورة صاروا جاهزين. الشقفة هيها. رح نحركهم لياخذوا الحرارة اللازمة وتستوي اللحمة. بهالوقت حعيد أنا وياكم شو عملت هون. قلبت، قصيت بصل، قلبتها مع شوية زيت، ما بدنا نكتر زيت لأنه عنا الخضار المشكلة مقلية وآخذة زيت بما فيه الكفاية مثل ما بيقولوا. حطيت من البهارات قرفة، سبع بهارات، بهار حلو، جوزة الطيب، خلطتهم مع بعضهم مع شوية بهار أبيض وملح، وحطيت فوق الحشوة. مثل ما قلنا فيها ست البيت تزين بشوية صنوبر، ما حدا بيقول لها شيء، بالعكس تطلع الطبق أطيب. هون قلبتهم بهيدا الشكل. على الجنب الثاني نحن عم نعمل الرز الأبيض مع الأعشاب العطرية اللي بتنحط بسلق الفروج، مثل شو؟ مثل ورق الغار، مثل اللومة، مثل الهيل، مثل عيدان القرفة، ومكعب من أي نكهة أنتم بدكم إياها، لحمة أو دجاج أو خضرة. بزيد المي، برجع بصفي الرز، ومثل ما شايفين حطيتهم بمصفاية بهيدا الشكل، رجعت حطيتهم بالطنجرة ليستووا على البخار، تركتهم يتغطوا. رح فضي قلب الفليفله بالوقت يلي بتكون اللحمه عندي عم تستوي. منتبه لشغله انه الصينيه لازم تكون فاضيه ما فيها ولا نقطه زيت. هون رح حط لتشد عندي الصلصه كرمال حطها فوق الطبخه وما تكون مش شاد. حطيت تقريبا 3 أكواب من المي، 3 ملاعق من الصلصة، رح اتركهم ليشدوا. طبيعي رح احط لهم ملح، رح اتركهم يشدوا. وقت يشدوا رح ضيف انا دبس الرمان عليهم عشان تعطي حموضه لوصفتي. هون اللحمه عم تتقلب، احنا ما رح ننسى انه رح ترجع تفوت على الفرن. هاي حبه الفليفله، باخد الراس من فوق وبشيل البذور والقلب بهيدا الشكل، باخد شوي من تحت لحتى تثبت وتركب مثل ما بيقولوا. هول بشيلهم على جنب، مش بحاجة لإلهم، هيدا بحاجة لإله لغطي طبقي. هون نفس الشيء، بفضي قالب الفليفله بهيدا الشكل، بشيل شوي لحتى تقعد قاعدة عليها، باخد نفس الشيء الفليفله الصفرة، وبغطيها. ناخد من الفليفله الخضرة كمان.
هلا اذا كانت مش نفس الحجم وانا بدي اياهم نفس الحجم بتخلص من هيدا الشيء وبستعمله بالسلاد مثلا. هون بغطيها اوكي، هون لحمتنا تقريبا صارت جاهزه، رح شيل البندوره وضيفهم مثل ما قلت ما بدي اياها تستوي كثير. رح احط رشه من البابريكا اتركهم يتقلبوا بس شوي. هون رح وزع البطاطا بهيدا الشكل، رح افتح حبات الباذنجان بهيدا الشكل، ونحن قصدنا نخلي عرق الباذنجان بتعطي شكل احلى للطبق، بتحافظ الباذنجانه على هيكلها ما بتدوب دغري، يعني هيدا العرق بخلي الباذنجانه تحافظ على هيكلها. عندنا هون باذنجانه فيها شويه بزر ما بيأثر، عندنا من الارض شوكي كمان رح حطهم بهيدا الشكل، وعندنا من الكوسه رح نحطهم هيك. هول الكوسة لأنهم حبيتهم صغيرة رح غطيهم بحبة تانية من الكوسة. هون والله شكلها رح يكون في صينية إلنا وصينية لغادة. غداكي علي يا غادة. بهيدا الشكل ناخد كمان من البطاطا لتكون فيها كل شيء. منبلش نجهز الحشوة. هون خلصنا منهم، وهون كمان فينا نقول خلصنا منهم. نحط هيدا هون، منبلش نعبي. هيدا الشكل عم نعبي حبات البطاطا. هون بدنا نحطها هون لانه ما في عنا اخضر. حنعبي الفليفلة، حنعبي الباذنجان، الأرتيشوكة، بعد ما نعبيهم رح أغمرهم بالصوص وحطهم بالفرن بس لحتى تاخد نكهة الصوص، لأنه هن مثل ما قلت لكم كلهم مستويين ما بحاجة انه تطول بالفرن. وبالنسبه للفليفله يعني لو ضلت شوي تقرش بنعتبر انه نحن عم ناكل فليفله معها. فيكم كمان تطولوا بقلب الفرن لحتى تستوي حبه الفليفله. نحن عم نعبيهم هلا. هون عندنا الكوسيات، رح ارجع اخذهم لغطي فيهم هود الكوسه حتى يبين انه عندي كوسه، لانه الحشوه قتلت لي شكل الكوسه الموجود. هون نفس الشيء، وهون اخر حبات كوسه كمان بنحطها بهيدا الشكل. اوكي شو بدي اعمل هلا؟ رح اخذ من البندوره على الوجه هيك بهيدا الشكل، من البطاطا هيك لنعبيهم بصينية وحدة أحسن
ونخلص صينيتين. اوكي شو بدي اعمل هلا؟ رح اجيب هيدا الصوص يلي عم يغلى حطينا له مثل ما قلنا ملح، رح اجيب دبس الرمان حطهم فوقهم بهذا الشكل يعطيني حموضه وطيابه للاكل، رح وزع الصوص بهذا الشكل على طبقه ودخلها على الفرن، وبعد البريك لكم مني سلطة تونة غير شكل. بريك ومنرجع لكم. دائما الربع ساعة الأخيرة هي أهم ربع ساعة بكل المواضيع، كمان بما يختص برشة ملح لحتى نقدر نقدم كل الأطباق وتقدروا تخلصوا كل التحضيرات. مضبوط، أهم شيء مشاهدينا ما بينسوا شيء. ليه؟ ما بينسوا شيء ابدا. الاسبوع الماضي كانت الحلقه عن باك تو سكول وعن العيد. اوكي. صعملت بسكويت وشوكولا وحطيتها بالثلاجه، وجوزيف مثل لحد بيزراني ما بقعد ركز. نسيتي. هلا بيبعثوا لي ما تنسي تطلعيها، فلا لقيتها. برافو عليهم. عظيم، طلعناها وبدنا ناكلها. بدنا نقصها. بغياب جوزيف، واو، هيدا اهم شيء بالموضوع. انجاز. نحن عجنا شوكولا بودر مع حليب مركز ومحلى. أوكي. مع شوكولا ليكويد مع البسكوي وشوية زبدة. طلع عنا هيدا الشكل من بعد ما نحط أكيد بالتلاجة أسبوع. هالقد صار لون؟ بس شو؟ يعني نتيجة رائعة. بتجنن. هلأ من ذوقه تكرم عينك. مش انه عم تترجيني، لا عم تترجيني، ما معها خبري هذا الشيء. لا ما هو هو لو ما بدي اياك تدوقيها كنت اخذتها ولبدت على الموضوع كمان. هلا بدنا نخلص تحضيرات. هلا الفكره انه نحن بدنا نعمل سلاد من التونه كثير طيبه. وقتها دقتها قلت لا لازم نعملها هون ضروري. شو حطينا فيها؟ أول شيء رح نفرم خس كتير ناعم. أوكي. ونحطه بأرض الصحن. فينا اتنقوز. إيه أكيد. نقوز. قد ايه بدك تخليها؟ فيها عم بلشت تغلي لانه ايه هلا بدها تضل لكنا خلصنا اطباقنا. عظيم. اوكي هون شو في عنا؟ لانه اول شيء بدي اعمله لما بدي احط الخس بدي دغري تبلو. عندي من الخردل كوب كبير وعندي من الحامض كمان. هالقد؟ ايه لانه هو بده ينحط على الصوص هلا وبده ينحط على جنب، مش كله بده ينضاف. هلا بده ينحط على جنب. عندي من الخردل من الحامض رح ينحركوا كثير منيح. رح احط فوق منهم زيت زيتون. خي هتطلع اطيب صوص بالعالم. لوبيا مسلات هيك اسمها، مش اللوبيا العريضه، لوبيا المسلات الرفيعه. رح تنقص بالنص ونضيفها هذا الشكل. اوكي. نفس الشيء بالنسبة للجزر بدي قصه كمان رفيع. البطاطا الحلوة سلقتها وقطعتها طبعا بعد التقشير. اعطيتيني فكرة هلا عندي بطاطا بالبيت. كثير طيبة، كثير طيبة. بطاطا حلوة. ما بتحسي انه شو هيدي الطعمه؟ رح نحط هذا الصوص شوي بهيدا الشكل، بيرجع بينحط على جنب اذا حدا بده يزيد. اوكي. عندي هون الخس رح ينحط هيك بس. سوري.
من البازيلا شوي. سمعتك عم بتقولي على بكره بيض. هيهم سلقناهم من الصبح كرمال يبردوا يبردوا، لانه ما فينا بالسلاد نحط البيض، اول شيء بيزنخ اذا كان سخن، ثاني شيء ما بقدر اقطعه صح هيك. واخر شيء اخر شيء التونه، رح احط له شويه حامض قبل ما اضيفه، حيضل قطع كبيره. عظيمة. هلا انا شو بقى عم بحتار؟ البندورة الكرزية ما رح افتحها، لانه مش كتير ناس بتحب طعمة البندورة بالتونة، ففيهم يشيلوها، عشان هيك نحن حابين نحط هذا الشكل. واخر شيء رح زين بوراق من البقدونس بهذا الشكل، بس لغير شوي من المنظر. شو رأيك؟ روعة. حبيته. عظيم. عم بقول لك احترت انا هلا، من وين بدي بلش؟ مش عم بعرف. مش عم بعرف. الرز اللي بتحبه كثير غاده هو الرز الابيض، يلي نحن نعتبر انه نحن كانه عم نسلقه، بس من الطعمه يلي نحصل عليها هي من المواد العطريه اللي بحطها، اللي هو ورق غار، لومه، عيدان قرفه، وهيل. اوكي. هيدي اللومه كثير هدول ضروري ينجابوا على البيت. اكيد. عم بنسيهم. بلس هودي فينا نحن كمان نستعملهم، اكثر شيء الناس بتستعملهم مع الدجاج، بس انا غاده حتى انا عم بسلق اللحمه، حتى انا عم بحط سمكه فيليه بالفرن، برشهم، يعني هن يسحبوا كل شيء ممكن أكيد. يكون زنخه او شيء. اكيد طبيعي. هيدا الطبق رح نضيفه هيك، ما رح زين ولا رح اعمله بقالب، هيك رح اتركه هيك. ما هو هيك ما مواده العطريه، لانه اجمالا مش ناعمين، يعني بيقدر يشيلهم الواحد. رح زين فيهم هيك ليبين شو حطينا موجود بقلب الطبق. هور زيتنا صاروا جاهزين. اخر شيء عملنا المنقوشة البلغاري والبندورة والبصل، هي عبارة عن عجينة من المناقيش، العجينة العادية فينا نعجنها قبل بيوم بالبيت، فينا نجيبها من الفرن جاهزة تنمد، بنحط لها البصل الأخضر مع البندورة، فيكم ترشوا وراء من الزعتر الأخضر الفريش البري، فيكم تحطوا حر أخضر كمان بيطلع طيب، بس هي الفكرة الجبن البلغاري مش الفتة، البلغاري يا غنم يا بقر، واكيد على وجهها قد ما فينا نكتر زيت زيتون، يعني ندعمها بزيت هيك زيتون هيك يعني، لانه بتعشقها الجبنه البلغاري وبتمتصها. بتحبوا زيت لكم بعد شويه زيت؟ صينيتنا تقريبا صارت جاهزه، قبل ما نشيلها من الفرن رح احكي على السريع شو عملت. نحن كان عندنا الارض شوكه، الفليفله ثلاث الوان، عندي الكوسه وعندي الباذنجان، بلشوا بده ياخذوها للصينيه. كل واحد هيك انه خلونا بس حاجز برا على الباب. البطاطا مفضيناه لقلبها، كله قلينا، فيكي يا ست البيت تشويه، نحط لها شويه زيت، وفيكي تسلقيهم للاشياء اللي بتنسلق، يعني البطاطا بتزبط سلق، الارض شوكي بتزبط سلق، بس الكوسه والفليفله اصلا لا سلقتها ولا قليتها، تركتها لحالهم شوي اطيب. قلينا بصل وقلينا معها شوية بندورة ولحمة والبهارات، اوكي. شو حطينا بهارات؟ حطينا قرفة، بهار، سبع بهارات، هون بالسلاد احنا بعدنا بنحكي حلو مع الفلفل الاسود، هلا تذكرت. تتذكر ايه حمنرش؟ هلا بنرش شوية، هون كلهم نحن هيك؟ ايه انا ولو تكرم عيني الفلفل الاسود كثير عم بتطلع، انا عم بحكي كلتا. عن ال... ايه وتذكرت الخضرة انه ولا هو الفلفل الاسود كتير طيبة مع الفلفل الأسود، بعدين منظرها هيك أحلى. طيب رح نشيلها من الفرن، واو ما بتتحمل ما شيلها، ونحكي عنها هي برا. الكوسة أنا بس سؤال، لحظة لحظة ما ننسى العجينة، أنت عملتيها؟ إيه عجينة على طول نحن قبل بيوم نعملها. أوكي. ما في أعملها على الهواء، لأنه مثل ما قلنا بدها تخمر. إيه أوكي أوكي أوكي
هلا بنحكي عن العجينه. هون الفليفله طريت، وصار حتى لو ما طريت يعني اجمالا الفليفله طيبه اطيب هيك ما تكون كثير. عندنا البطاطا المحشيه، فيني افتحها؟ عندنا الباذنجان يلي نحن بنقشرها وحده ايه وحده لا، هيك انه قشره قشره لا قشره ايه قشره لا، بتضل محافظه على شكلها وهيكلها طول ما نحن تركين للعرق. اوكي عندنا الارض شوكه، الكوسه وقت حطيت الحشوة بطل مبين انه احنا حطينا كوسة بالطبق، فاضطريت انا اعمل كوسة من فوق ليبينوا انه هودي كوسة، اثبت من انه نحشيها بقلبها، لانه ما رح تقدر توصل الكمية اللي انا بدي اياها. اوكي. عندي الفليفلة ثلاث الوان، رح احط بالصحن بطريقة واحد اثنين ثلاثة أربعة. أربع الوان، ما هي الحمراء حمراء. الحمراء غير ال ايه لا هي ليكي شو هو اجمالا ما في شيء الاورنج، هو الفليفله الصفراء بحطوها حد الفليفله الحمراء بتعطي لون الاورنج هيك؟ اف وعم بيزعبروا علينا لكن بس نروح نشتري. حبة بطاطا ايه ما بدها توقف لأنه بعدها كثير سخنة، وحدة هاي وحدة باذنجان عظيم، هيدا من الباذنجان حبة فليفلة خضراء، الرز حدا وكوسة هون شوية كوسة. رح نحط ليش الرزات بال بالمصفية؟ لانه عملتهم على البخار. يعني سلقتهم انا نص سلقه ورجعت عملتهم على البخار. البخار كله هلا انتبهت. رح اجيب محرمه نظف الطبق وزين بشويه بقدونس. بيتقدم مع البصل الاخضر. اوكي هذا بالنسبه لطبق الخضار المشكله مع الرز الابيض. لنحكي شوي عن السلاد. شو عملنا؟ خس الايسبرغ او اي نوع خس صغير يكون طري وطيب، يعني بيعطي طعمه سويت غير الخس اللي ممكن يكون فيه طعمه مروره. سلقنا لوبيا المسلات او الرفيعه وقطعناها بشكل سلايسز رفيع، ورجعنا سلقنا جزر وقطعناه بشكل سلايسز رفيع، قشرنا البطاطا الحلوه وقطعناها كيوبس وكمان سلقناها، حطينا الخس تبلناه مع صوص الخردل مع الحامض والزيت والملح يلي هلا رح احط منه شوي على جنب بقلب ليلي بحب يزيد ايه لحتى يلي بده يزيد لانه اجمالا نحن ما زدنا. قلتي لنا بدنا نحكي عن العجينه؟ عن العجينه ولا انا غلطانه؟ ايه لانه طعمتها طيبه. العجينه اجمالا انا ما بعير الطحين مع المي. اوكي غدا انا ما بعير لانه العجينه هي على هوا شكل الايد، يعني كيف ايدك انت بتقدر تكمش العجينه وتحسيها. بس في مينيموم يعني انه يعني اجمالا لكل كيلو طحين تقريبا بتكون تقولوا كبيتين ونص من المي. اوكي وبحط لها ملح وبحط لها خميره كمان مدوبه بالمي اللي ممكن رخي فيها. طريقه العجن غدا هي المسؤوله انها تعطيني عجينه طيبه، كيف الجاتو كل ما خفقتيه كل ما نفخ اكثر وعطى طعمه، نفس الشيء العجينه، كل ما عجناها منيح بايدنا بنصير كل ما عم نعجن ممكن نحط على ايدينا شويه مي ونكمل عجين، هيك تعطي طراوه للعجين. بتركيها ترتاح ل بتركها نرتاح قد ايه؟ بتركها انا من ثاني يوم، يعني انا اليوم عرفت انه انا بكره بدي اجي على الفيوتشر بعجنها على شيء في اصبح بخرا. اهم شيء غطيها بشقفه مي، يعني الشقفه اللي بدها تنحط على وجه الجرب مي عشان ما تنشف وجه العجين من فوق، وما بحط لها ما بغطيها بطحين ما بغطيها بعجنها وبتركها مثل ما هي بغطيها بشقفه مي. ثاني يوم لما بدي شيء لحطها بالبراد بالبراد. اوكي اوكي
اكيد لما يكون الطقس منيح فينا نخلي برا، يعني نحن فينا نعجن ونخلي، بس اذا كان الطقس شوب مثل هلا ما في اي سيات كهرباء بتنقطع مثلا بلشنا نحكي مثلا هيدا غير موضوع شطينا عن الحديث بالبرد. اوكي، فهيدي العجينه فينا نعملها نحن فطاير، فينا نعملها مناقيش، بس ما فينا نعملها عصاج. ليه؟ لانه هاي العجينه بتختلف عن عجينه الساج من ناحيه الليونه. عجينه الساج لازم تكون لينه اكثر لتمد اكثر على الساج، هيدي العجينه لا. شو الفرق؟ بتزيدي لها شو اكثر؟ بتزيد لها مي اكثر، ما بنحط لها زيت، لا لهي ولا لهي، الا عجينه الزيت اللي خاصه بفطاير السبانخيه هيدي بنحط لها زيت. بس اوكي، والباقي بس مي. بعدين عجينه الساج غير طحين، يعني احنا بنحط نص طحين اسمر مع طحين ابيض وبينلت بالطحين الذره. بس عجينه هيدي لا ما بنحط لا اسمر ولا طحين ذره، طحين عادي ابيض. نحن رح نشوفك سبت الجاي ان شاء الله، رح تكوني معنا. بلشت تفكري لنا شو منا؟ اي اكيد شو هيك اعطينا شوية قهوه. فالمشكله اذا انا قلت هلا شو المشاهدين بصيروا يبعثوا لي برايفت شو رايك تعملي هيك، فانا بتصير بتغيري رايك وبتصير بدك تنزلي عند رغبه المشاهدين. صح، ميرسي لك، يعطيك الف عافيه. صحتين. نحن بدنا نودع المشاهدين اللي رافقونا بهالنهار، بقيه نهار كثير حلو بتمنى لكم، وكمان بقيه ويك اند. بنشوفكم بكره الساعه 10. So magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable, in every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable, with something to believe in. Monday left me broken, Tuesday hoping, Wednesday my empty arms were open.